أحييكم وإلى أبرز العناوين. إلقاء القبض على المطلوب نعيم عباس والجيش يؤكد اعترافه بأعداد سيارات مفخخة. تفكيك سيارتين مفخختين في اللبو وبيروت. معركة يبرود لم تنتظر مباحثات جنيف. يوم أمني بامتياز في بيروت والبقاع، فقد أوقفت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني في العاصمة الفلسطيني نعيم عباس، وهو أحد قياديي ألوية عبد الله عزام الذي ارتبط اسمه باستلام سيارات مفخخة من عمر الأطرش. وبعد عمليات دهم في منطقة كورنيش المزرعة، تمكن الجيش من تفكيك سيارة مفخخة رباعية الدفع. المزيد من التفاصيل مع الزميل بسام أبو زيد. إذن بسام، المعلومات التي ترد تفيد عن تورط الرجل بأكثر من عملية، ماذا في تفاصيل كل تلك المعلومات؟ لابد من الإشارة ماريو إلى أنه في التحقيقات الأولية مع نعيم عباس تبين بأنه ضالع بتفجير العديد من السيارات، ولا سيما في الضاحية الجنوبية والتفجير الانتحاري في الشويفات، وهو ضالع أيضا بعمليات لها علاقة بالإعداد لتفجير المزيد من السيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، إضافة إلى عمليات أيضا إطلاق صواريخ على عدد من المناطق. لابد من الإشارة إلى أن يعني توقيف نعيم عباس عملية يعني أمنية بامتياز، وهي عملية كانت ناجحة جدا، قامت بها مخابرات الجيش اللبناني وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وهو من أخطر المطلوبين ومن أخطر الإرهابيين، وهو أحد قياديي كتائب عبد الله عزام، وكما كنا ذكرنا هو ضالع في العديد من العمليات الإرهابية، وكانت الأجهزة الأمنية تبحث عنه ويعني استغربت كيفية وجوده في لبنان باعتباره من أخطر الأشخاص الذين يقومون بهكذا عمليات. عملية المداهمة كانت بدأت عند 6 من صباح هذا اليوم، قامت بها مجموعة من مخابرات الجيش في منطقة الطريق الجديدة وتحديدا قرب بناية الشاعر، حيث تم تطويق المنطقة وبدأت عملية المداهمة. عناصر مخابرات الجيش دخلت إلى هذا المبنى وقامت باقتياد أكثر من شخص من داخل هذا المبنى، من بينهم قد يكون يعني نعيم عباس، الذي قال بعض الجيران بأنه كان يسكن في الطبقة الثانية من هذا المبنى، ويعني شاهدوه مرة واحدة إحدى السيدات التي تسكن في مقابل الشقة التي كان فيها، تقول بأنها شاهدته مرة واحدة ولم تشاهده أكثر من ذلك. وقامت مخابرات الجيش صباح هذا اليوم بمداهمة هذه المنطقة وإلقاء القبض على نعيم عباس وأشخاص آخرين كانوا معه. البعض قال بأن هؤلاء الأشخاص من التبعية السورية، والبعض قال بأنهم من التبعية الفلسطينية، كما تمت مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر. مخابرات الجيش وبناء على التحقيقات الأولية التي جرت مع نعيم عباس تبين أنه أوقف سيارة مفخخة بأكثر من نحو 100 كيلوغرام من المتفجرات هنا خلفي في هذه المنطقة، في أحد مواقف السيارات التي تقع على مقربة من محطة بنزين ومحمصة الرفاعي، كان أوقف هذه السيارة هنا، كشفت عليها مخابرات الجيش ووجدت بداخلها المتفجرات. المتفجرات كانت موجودة في أماكن عدة من السيارة، في المقاعد، في الأبواب، وقامت مخابرات الجيش والخبراء العسكريين بتفكيك هذه السيارة وإزالة المتفجرات التي كانت بداخلها، وقاموا بنقلها من هذا المكان. هذه السيارة بحسب التحقيقات الأولية هي من نوع رافور، مسروقة، لوحتها مزيفة، وكانت معدة للتفجير كما ذكر في التحقيقات الأولية في منطقة الضاحية الجنوبية. ماريو بسام، باختصار شديد تحدث عن بعض الذين اعتقلوا أيضا مع نعيم عباس، في شيء معلومات إضافية عنهم غير نعم. الجنسية يعني إذا كانوا يعني يشاركوا، هناك من يقول بأنه تفضل. نعم تفضل. نعم يعني حتى الساعة يبدو بأنهم ليسوا ضالعين بأي عملية من هذه العمليات، هم يعني ألقي القبض عليهم وتم الاستماع إليهم كشهود كانوا يسكنون في هذا المبنى، والبعض منهم قال بأنه له علاقة بالموقف الذي تم فيه وقف أو توقيف السيارة التي كانت مفخخة، ولكن يعني ليس لهم كما يبدو أي ارتباط مباشر بنعيم عباس أو لهم أي علاقة بعمليات إرهابية حصلت أو كانت ستحصل. شكرا لك الزميل بسام أبو زيد. مشهد كورنيش المزرعة تكرر في البقاع، حيث ضبط الجيش عند حاجز اللبو سيارة مفخخة آتية من عرسال كانت في داخلها 3 نساء. التفاصيل مع الزميل إدمو ساسين مباشرة من اللبو. إدمو، بطبيعة الحال تكون لديك معلومات كافية ووافية عن كل هذا المشهد اليوم في عرسال، ضعنا أيضا في تفاصيله. نعم،
نعم ماريو، عند هذا الحاجز العائد لمخابرات الجيش اللبناني حيث تشاهدون زحمة سير خانقة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ضبطت سيارة الكيا الرصاصية اللون التي كانت مفخخة بحوالي 104 كيلوغرام من مواد TNT. طبعا هذه السيارة كانت تقودها جمان حسن حميد 27 عام من بلدة عرسال، معها هلا أحمد رايد وخديجة محمد عودي 25 عام وعشرون عاما. وبحسب يعني المعلومات الأمنية فإن مخابرات الجيش اللبناني كانت قد اشتبهت بهذه السيارة وكانت ترصد هذه السيارة، وعند وصلت عند إلى هذه النقطة بالتحديد قامت عناصر مخابرات الجيش بالتعاون مع قوة من الجيش اللبناني بتوقيف السيارة. نزلت النسوة منها وتم توقيفهن واقتيادهن الى مركز يعني المخابرات في أبلح للتحقيق معهن. طبعا يعني هذه السياره يعني كانت محمله ب 104 كيلوغرام من TNT. الخبير العسكري وصل الى هنا وقام بتفكيك هذه العبوه الضخمه، ومنذ دقائق قليله فقط تم نقل هذه السياره، سياره الكيا الرصاصيه اللون التي كانت تحمل لوحه مزوره. حتى هذه اللحظه لم نعرف لمن تعود هذه السياره التي هي بالطبع هي سياره مسروقه. يعني هذا يعني العمل الذي حصل اليوم يؤكد بالنسبة لبعض المراجع الأمنية ما كانوا يقولونه بالسابق بأن خط السيارات المفخخة التي كانت تأتي إلى لبنان هو خط يبرود عرسال، بحكم أن هذه السيارة هي أتت من عرسال عبر طريق اللب المنفذ الوحيد الرئيسي لبلدة عرسال إلى البقاع، وبالتالي يعني ما كان مشتبه به بالماضي اليوم كما تقول بعض المراجع الأمنية هناك أدلة قاطعة بحكم أن هذه السيارة سيارة الكيا الرصاصية اللون التي ضبطت هنا كانت آتية من عرسال وكان يقودها يعني امرأة من عرسال هي جمانة حسن أحمد. طبعا التحقيقات بدأت مع النسوة الثلاثة للتأكد ما إذا كان يعني كل النسوة على علاقة بهذه السيارة أو أن جمانة وحدها هي لا. التي كانت على معرفة بأن هذه السيارة سيارة مفخخة. فقط يعني هناك إجراءات أمنية مشددة في منطقة اللبوي للاطلاع باختصار شديد. رئيس بلدية اللبوي، عم شوف كتير إجراءات أمنية داخل اللبوي بعد اللي صار اليوم، يعني هل ممكن نشوف اي ردات فعل بعد ما شفتوا انه السياره هيدي جايه من عرسال؟ يعني هي كان راح يصير ردات فعل شديد. نحن وقفنا ردات الفعل لانه نحن بدنا الدوله هي تاخذ ردات الفعل. نحن بنودي رسائل لاهل عرسال انه نتعاون نحن وياهم والدوله. يا عم اذا ما بقى في شرف فنا يقولوا لنا، يعني اما بيانات يطلعوا بالمحبه وكذا بدنا نشوف اجراء على الارض. نحن عم نقول اهلنا وجيراننا واهل عرسال، بس ولو بيبعتوا ثلاث بنات بعلمهم او بغير علمهم، ونحن السيارات عم تمرق باللبوي بيروت عم تفجر بيقولوا باللبوي بالهرمل بيقولوا باللبوي، يا بنتواطئ معهم نحن يا انه متواطئين معهم، يا اما هذه الحاله نحن عم ينضغط علينا بهالموضوع. بدنا اجراء سريع من اهل عرسال يساعدوا الدوله. بس شكرا لك. إذن ماريو يعني كما تشاهد خلفي وكما ذكرنا في بداية الرسالة الإجراءات الأمنية ازدادت هنا، عناصر مخابرات الجيش اللبناني يقومون بالتدقيق وتفتيش عدد كبير من السيارات التي تأتي من بلدة عرسال عبر اللبوي. حتى في طريقنا إلى هنا عبر إلى اللبوي. نعم نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا لك الزميل إدموس ساسين. وقبل المتابعة أشير إلى أنه في منطقة السعديات يسجل انتشار كثيف للجيش اللبناني بحثا عن مطلوبين ومشتبه فيهم في ملفات أمنية. في غضون ذلك ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر على الموقوف علي حسين الحجيري تبعا للادعاء على عمر الأطرش بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي تبعا لملف الأطرش. في الشأن السوري، كثف الجيش السوري غاراته على مدينة يبروت في القلمون فيما انطلقت عملية عسكرية على القرى والبلدات المحيطة بها، وقد بدأ هجوما بريا فجرا حيث اقتحم بلدة الجريجير وسيطر على تلالها القريبة من يبرود وهو يتقدم في اتجاه مزارع ريما في بلدة السحل. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أكثر من 10 ضربات جوية شنت على يبرود بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومقاتلي المعارضة، مؤكدا أنه لم يتضح بعد إذا كان الهجوم على يبرود قد بدأ أم إن ما جرى تمهيد الطريق لهجوم رئيس. معركة يبرود أدت إلى نقل عدد من القتلى والجرحى من قرى القلمون إلى المستشفيات اللبنانية، ومعنا عبر الهاتف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني لمعرفة المزيد من التفاصيل. أستاذ جورج أهلا بكم، هل يمكن أن تطلعنا على عدد الذين نقلوا وأصبحوا بين أيديكم ونقلتموهم؟ العدد منه نهائي يعطيك العافية، في عدد هلأ وصل على مستشفيات لبنان، في حالات خطرة كتير وصلت
معط النقل إلى الحالات الخطرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كلها تيكون في مسار آمن على البقية. أكثر الإصابات عم تروح على البقية. نعم. على مراحل وبتنسيق كامل متكامل بالموضوع. العدد بعد منه دقيق حسب ما توصلنا المعلومات بس تقريبا. صار في نقل لثلاث أربع إصابات وفي معلومات عن بعض الإصابات عن حالتها شوي خطرة اللي عم نضطر ننقلها على المستشفيات المعنية. استاذ جورج لما بتتحدث عن إصابات نقلتوها ممكن نقدر نعرف إذا كانوا أطفال نساء شيوخ أو هم يعني شباب؟ إصابات كبيرة ما في أطفال هلأ بعد ما في يعني عم بعطيك معلومات أولية وعم نتصرف بمسؤولية بموضوع لنقل الإصابات بطريقة مأمنة ومدروسة مع كل المعنيين. طيب السؤال الأخير إذا بتسمح يعني هلأ مفترض تكونوا عم تاخدوا إجراءات إضافية بتلك المنطقة تحسبا لقدوم جرحى إضافيين وحالات صعبة؟ طبيعي صح 100%. شكرا لك أستاذ جورج كتاني. وفي حمص استئناف عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات بعد تعليقها أمس لأسباب لوجستية وفنية. إذا كان من إيجابية وحيدة ربما لمحادثات جنيف فهي دخول المساعدات إلى أحياء حمص الجريحة وإخراج مدنيين محاصرين منها. هذه العملية التي استؤنفت قبل ظهر الأربعاء بعدما تم تأجيلها الثلاثاء لأسباب لوجستية تم خلالها إدخال شاحنات المساعدات الغذائية، فيما تقرر إجلاء 20 شخصا من المسيحيين مشيا على الأقدام من بستان الديوان إلى جورة الشياح. 5 أحياء بحسب محافظ حمص طلال برازي ما زال فيها مدنيون يجهزون نفسهم للخروج، إنما هي ليست قريبة من بعضها والوضع الجغرافي فيها صعب. هدنة حمص التي يفترض أن تنتهي مساء الأربعاء قد تمدد مرة أخرى، والتنسيق تام في هذا الصدد بين المحافظ ووفد الأمم المتحدة برئاسة يعقوب الحلو. وكان ناشطون معارضون أشاروا إلى سقوط قذيفة هاون بالقرب من شاحنتين للهلال الأحمر السوري أدخلتا الاثنين مواد غذائية ومساعدات إلى الأحياء المحاصرة في حمص. وفي وقت طرح فيه مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، واصل وفدا الحكومة والمعارضة مفاوضاتهما في جنيف في جلسة مشتركة. الجلسة انتهت منذ قليل، قدمت في خلالها المعارضة للإبراهيمي ووفد النظام اقتراحها بخصوص تأليف كيان حكم انتقالي. بعد يوم من الاتهامات المتبادلة بإضاعة الوقت في محادثات جنيف 2، واصل طرفان النزاع السوري محادثاتهما المباشرة رغم التشاؤم الكبير المحيط بها. الوفد الحكومي نجح بحسب التلفزيون السوري في فرض بند مكافحة الإرهاب في اجتماع اليوم وفقا لبيان جنيف الأول، أما الائتلاف السوري المعارض فأبقى في المقابل على ضرورة الشروع في هيئة انتقالية وعرض وثيقة المبادئ الأساسية المقترحة للهيئة. وفي كواليس هذه المفاوضات التي ستستمر الجولة الثانية منها حتى الجمعة تعقد لقاءات مكوكية، ومن بينها لقاء جمع نائب وزير الخارجية الروسية جنادي غاتيلوف بالمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي وتناول سير محادثات جنيف. غاتيلوف أعلن تقديم بلاده قرارا في مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا في القريب العاجل، معتبرا أن مشروع القرار الذي أعدته الدول الغربية بشأن دخول مساعدات غير مقبول بصيغته الحالية لأنه يخلق أساسا التدخل العسكري. ويلتقي غاتيلوف في وقت لاحق وزير الخارجية السورية وليد المعلم على أن يجتمع الخميس برئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة. الأمم المتحدة أعلنت من جهتها تقديم موعد اللقاء الثلاثي الذي سيجمع الإبراهيمي غاتيلوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إلى يوم الخميس، أي قبل يوم من الموعد الذي كان محددا. تتابعون بعد الفاصل. تعروا من أجل جاكي. غاب ملف الحكومة عن لقاء الأربعاء النيابي واستعيد عنه بالحديث عن الوضع الأمني، أبرز ما جاء في موقف الرئيس بري يطلع عليه الزميل مارون نصيف. إذن مارون يبدو أنه يعني اليوم المباحثات كانت أمنية بامتياز، غابت السياسي كليا؟
نعم ماريو، الحاضر الأبرز في لقاء الأربعاء النيابي اليوم هو الوضع الأمني وخطورة هذا الوضع الأمني، أما الغائب الأول والأبرز هي ملف الحكومة. الحكومة غابت، حتى أن الرئيس نبيه بري لم يتحدث عن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، هذا ما قاله نواب الذين زاروه اليوم في هذا اللقاء. الرئيس بري اكتفى فقط بالحديث عن الوضع الأمني، نوه بما قام ويقوم به الجيش اللبناني من عمليات أمنية ومن مداهمات وتوقيف إرهابيين. هذا العمل الذي سماه الرئيس بري هو عمل وقائي يجب أن يدعمه اللبنانيون، ويجب أن يلتف اللبنانيون حول الجيش ويؤازروه في هذا العمل الذي يقوم به، لأن خطر الإرهاب يهدد اللبنانيين بأجمعهم على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم. غاب أيضا عن هذا اللقاء لقاء الأربعاء النيابي الوسيط الجنبلاطي الوزير وائل أبو فعور، لم يحضر اليوم إلى عين التيني، ولكن كانت هناك زيارة خاصة هكذا وصفها وزير المهجرين الوزير علاء الدين ترو، كذا أيضا لم يحضر فيها الملف الحكومي في هذه الزيارة الخاصة. هناك موعد هنا في مجلس في عين التين أيضا للنائب روبير غانم، أيضا لا علاقة لهذا اللقاء بالملف الحكومي. إذن يمكن أن ننعي الحكومة اليوم بعد لقاء الأربعاء النيابي لأنها غابت كليا عن هذا اللقاء. شكرا لك مارون. شكرا مارون. ومن معراب، أعلن منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار فارس سعيد بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أي حكومة يجب أن تأخذ على عاتقها فرض انسحاب حزب الله من سوريا وضبط الحدود اللبنانية السورية ونشر الجيش اللبناني عليها ومؤازرته بالقرار الدولي 1701 والقوات الدولية، وإلا فإن أي حكومة ستأتي ستكون حكومة إدارية وغير قادرة على الإمساك بالجو الأمني. استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها اليوم لمناقشة الإجراءات الإدارية، ولا سيما الاستماع إلى آراء الأفرقاء بعد ضم ملف مرعي إلى ملف عياش ورفاقه. رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي ديفيد راي دعا محامي المتهم مرعي إلى العمل مع فرق الدفاع الأخرى لإتمام الإجراءات، وطلب من المدعي العام تسلم القرار الاتهامي الجديد في السابع من أذار. بدوره أوضح ممثل الادعاء القاضي ألكسندر ميلن المرحلة التي وصلت إليها قضية الادعاء وما أنجز منها. ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على العميد المتقاعد إبراهيم بشير وموظفة في الهيئة العليا للإغاثة بجرم الرشوة واختلاس المال العام في ملف العبارة الإندونيسية، وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. القاضي إبراهيم ادعى أيضا على أمين السجل العقاري ميم ميم وعلى شركة عقارية بجرم هدر المال العام وكتمان الثمن والرشوة، وذلك بعد استرداد رسوم 3 ملايين دولار للدولة اللبنانية. وجدت المواطنة نوال راشد حبلي جثة هامدة في منزلها في الهلالي شرقية صيدا. وفي المعلومات الأولية لتفاصيل ما جرى أن عاملتها المنزلية جيتنش تولر أصيبت بحالة هستيرية وأقدمت على تكسير محتويات المنزل وقتل مخدومتها. العاملة الإثيوبية الموقوفة لدى الأجهزة الأمنية ظلت تردد أثناء التحقيق معها عبارة مدام ما بتحبني. أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكوز رزق حكما قضى بسجن جان لياس عاصي مدة 2 شهر وتغريمه الرسوم والمصاريف لإقدامه في صيف عام 2013 على القدح والذم برئيس الجمهورية وتحقير شخصه والتعرض لكرامته عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. في مجد العنجر ضبط مستودع لتصنيع الأدوية بطريقة غير قانونية وفيه كمية من الأدوية الفاسدة. تعددت الأساليب والإجرام واحد بل والضحية واحدة، المواطن اللبناني المعتر، فكيف إذا كان مريضا يظن أنه يأخذ دواءه كما يجب ليكتشف أن هذا الدواء منتهي الصلاحية أو ليس بدواء أصلا؟ مصنع كامل متكامل داخل 4 مستودعات يملكها نادر زيدان لمنشطات للعضل والهرمونات تؤدي إلى الهلوسة إذا ما أخذت بكميات كبيرة، إضافة إلى آلات لتغيير تواريخ أدوية منتهية الصلاحية تم ضبطه في حي الأكرمي في مجد العنجر. عم بيقوم هو بالتصنيع محلي،
أضيف أنه في شغلات هي نشا وسكر عم بيزد لها أدوية مثل ما قلنا نوع من الأبر من الإبينفرين من السيرويد أنابوليزان وعم بيرجع بيعبيها وبيسوقها وعنده مطبعة حون حدا عم بيرجع بيعبيون وبيطبع لهم كليشيات وعم ينتشروا بالسوق. ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مواد فاسدة سواء غذائية أم طبية وللأسف لن تكون الأخيرة. السؤال إلى متى؟ تعروا من أجل جاكي حملة تضامن مع جاكي شمعون على مواقع التواصل الاجتماعي. في سوتشي تحاول جاكي شمعون التركيز على المنافسة بمسابقة التعرج القصير علها تحقق نتيجة مميزة في الأولمبياد الشتوي، لكن في لبنان لا تزال قضية صورها التي أثارت الجدل تتفاعل. فبعد انقسام الناس بين مدافع عن جاكي ومنتقد لها انتشر على موقع تويتر هاشتاج strip for Jackie أو تعرى من أجل جاكي، أراد من خلاله المغردون الدفاع عن الحرية الشخصية للفرد، لكن مغردات كاريتا وباتي نشرتا صورتيهما شبه عاريتين مرفقتين بتعليقين لبنان لن يصبح قندهار وأفضل دعم العري على الموت في انفجار. صورتان كانتا كافيتان ليلحق بهما كثر شبان وشابات. العشرات من الشباب اللبناني بدأوا بنشر صور سيلفي لأنفسهم مرفقة بالهاشتاج وكل على طريقته، لكن ردة الفعل المتضامنة مع جاكي التي تصدى بها المغردون للمنتقدين لم تنتهي هنا، بل تطورت بصفحة على الفيسبوك I'm not naked أنا لست عاريا. الصفحة تخطت 3000 لايك بأقل من 24 ساعة، وأراد منشئوها أن يقولوا بأن لكل شخص حق اختيار ما يريد أن يكون. الصفحة التي نشرت في البداية صورا تضامنية وجهت الدعوة لكل من يرغب أن يتواصل معهم للخضوع لجلسة تصوير مشابهة. أنا لست عاريا بل أنا مصور أو طالب أو منتج، لا تحكموا علينا من خلال صورنا. هذا ما أراد هؤلاء أن يقولوه عبر الصور، رسالتهم واضحة، حريتنا مقدسة. تابعوا معنا بعد قليل. مخطط لاغتيال السيسي. نشرت صحيفة البيان الإماراتية تقريرا تحت عنوان الاستخبارات المصرية ترصد مخططا أجنبيا لاغتيال السيسي. نقلت فيه عن مصادر رفيعة في مصر أن الاستخبارات رصدت اجتماعا عقد في مدينة اسطنبول التركية ضم ممثلي استخبارات عدد من الدول لبحث منع وصول المشير عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة ولو باغتياله. وأضافت الصحيفة إن المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان قال إن جماعة الإخوان تتحالف الآن مع الإسرائيليين من أجل إسقاط مصر، وإن الأجهزة الاستخبارية تخطط لاغتيال السيسي من أجل بث الفوضى في البلاد وإشعال حرب أهلية. بلغ عدد النازحين من محافظة الأنبار العراقية حيث يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مدينة الفلوجة وعلى أجزاء من مدينة الرمادي منذ 6 أسابيع نحو 300,000 شخص حسب ما أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. المفوضية أوضحت أن النازحين الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تقدر قيمة هذه المساعدات بنحو 35 مليون دولار. دعت المعارضة البحرينية إلى يوم من الاحتجاج الخميس في الذكرى الثالثة لانتفاضتها التي قمعتها السلطات بقسوة في المملكة، حيث دخلت الأمور مرحلة الانسداد السياسي، ودعت كذلك إلى مسيرة كبرى السبت المقبل في شارع البديع الذي يبعد 5 كيلومترات عن المنامة. أما ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير فأعلن عن تنظيم تظاهرة بعد غد الجمعة في المنامة في اتجاه دوار اللؤلؤة رمز الانتفاضة، حيث قامت السلطات بإزالة النصب الذي كان قائما هناك. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز أبادي أن إيران جاهزة للمعركة الحاسمة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واصفا في مقابلة مع وكالة أنباء فارس التصريحات الأمريكية
عن الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات النووية بأنها خدعة سياسية، محذرا من استهداف جميع المناطق التي قد تنطلق الهجمات منها على إيران. وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحذيرا بمهاجمة المؤسسات التي قد تقوم باستثمارات في إيران ما دام لم يجري التوصل إلى اتفاق نووي نهائي في أعقاب زيارة شركات فرنسية لطهران. موقف أوباما جاء في خلال لقاء مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي وإن وافق على كلام أوباما إلا أنه رد قائلا رئيس الجمهورية ليس رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية. ختام النشرة، إلى اللقاء.